السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن فورتنايت. بهذا الفيديو راح نحكي عن قسم منه عن طور الزومبي، والقسم الثاني راح نحكي فيه عن الفورتنايت الباتل رويال. أول شيء طور الزومبي راح أشارككم معلومة جدا مهمة، نزلت آخر تحديث، ما كان لحد ما في حدا له خبر. تعرف فورتنايت في كثير تحديثات بتعملها بس ما تشارك للناس، تقول لهم انشع منا بس، ولكن صار تحديثات موجودة بقلب النظام حتى أعلمكم عليها. استكشفت أنا اليوم الصبح كنت عم بعمل فيه شغلة هيك باللعبة، فاستكشفت هذا الموضوع جربته فنجح معي. المهم راح أشرح لكم أنا بعد الإنترو. والجزء الثاني لعبة فورتنايت الشرق الاوسط ومع 3 سعوديين، ما شاء الله اساطير، جبنا عدد قليل جدا خرافي مع انه كان بينج 200. راح اشوفكم فيه بعد ما نخلص الحكي عن طور الزومبي. هلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. بدايه اول مثل ما انكم شايفين طور الزومبي فتحوا لنا اياها، هلا راح اروح اشتري. مثل ما شفتوا انتم امبارح انا فضيت كل مات الشتاء، فراح افتح. هلا في عندي 200 تقريبا، راح افتحهم شوف التحديث اللي صار. اول لازم نفتح لما يلا دي ما في مشكله. طبعا هي اكثر مشكله بتواجهنا لما نحن بنفتح الميني لما، فما نفتحها بيطلع لنا شغلات كثير موجوده بننكبها، ففي اغلب الناس ما تفتح الميني لما مشان هالسبب. هذا شركه فورتنايت لغت حل هالموضوع هذا مشان انت ما تضل عليه، مشان فورا انت بتعمله بتظبط امورك. انا مثل ما انتم شايفين انا فتح عندي كل هدول كله للتكسير للكب، ما بيهموني، بس هذا ممكن بتركه بيلزمني بس، ولكن الاغلبيه حتكسير. طبعا مثل ما انتم شايفين طلع فورا حط لي اشاره حمراء عليهم، مجرد ما كبست له دم راح يكسرهم مباشر وراح يترك بس هذا السلاح وهذا الشخصيه اللي انا قلت له الشخصيات الذهبيه كلها يترك لي اياها، كل شيء بنفسجي وتحت كسره، والاسلحه بس من الازرق وتحت كسره. طبعا مثل ما انتم شايفين هون، طبعا انا في اي سلاح مثلا بدي، مثلا نفرض مثلا بدي انا اترك هاي الشخصيه، بقول له الغي عمليه السحب، ممكن بقول له مثلا بقول له الغي هي وضع علامه السحب مثلا، كمان بقول له وضع علامه لحتى التدوير، تمام. وبعد ما تكبس تمام بتروح شو عم بيعطيك هون، عم بيعطيك شرط بدك كذا، تقول له تم كون هي خالص. طبعا هاي كمان راح نجرب على من احدى عمني نامه مثلا، نشوفه لو مثلا جينا فتحنا هي اللاما كمان نفس الشيء. هلا راح يعطيني كل شيء اساسا، روح يعني ما راح يضل عندي اي شيء. شايفين شلون اعطاني سلاح واحد فورا انكسرت؟ شلون انت تعمل هذا الاشي؟ راح نروح على الضبط، تدخل انت هون على الاداره، تدخل على هي الاعدادات، تنزل لتحت للاخير، تنزل لتحت للاخير مكتوب شلون اعاده تدوير تلقائي. طبعا انت هون اعاده تدوير تلقائي شو حاط لك؟ الاسلحه ايش بدك يا مثلا، هو مثلا من النادر وتحت راح يعمل لك اعاده تدوير بشكل مباشر. مجرد كل شيء بيجيك سلاح ازرق اخضر ابيض فورا بيعمل لك اعاده تدوير، مثل ما انتم شايفين ايقاف تشغيل شائع غير شائع ونادر وملحمي. طبعا اذا بتقدر كمان تعمله من الملحمي وتحت، يعني كل شيء بنفسجي فورا بيكسره، بس ولكن ادركت الملحمي لاني احتاج لنحط له بالكولكشن بوك، فاوقات نحتاج للموضوع فشلت عنه كلمه انه الملحمي تكلية، انا بقرر خلال فتح اللامه. وهون كمان المصاد نفس الشيء، كمان عملته من النادر وتحت، من الازرق يعني وتحت. اما الصامدون انا عندي اساسا كله ذهبي ما بحتاج، فاطلب من الملحمي وتحت كله كسره. المدافعون كذلك من الملحمي وتحت كسره، والابطال من النادر وتحت كسره. الملحمي يترك لي اياه ممكن اقرر فيه فيما بعد يعني موضوعه، وانا طبعا خلال فتح اللام فورا بقرر اني اتركه ولا لا. بس بهي الميزه ان تقدر تستفيد منها فتح لامات كثير، يعني في كثير منا يحاول انه يبعد عن فتح اللامات الميني لاما، يعني مثل ما انتم شايفين كان عندي انا 100 لاما الصبحيات، كنت عم بجرب على هالموضوع قبل ما اعمل بس قبل ما اعمل التسجيل، فكنت اخاف اني افتح ال 100 لاما. اول شيء يعني يعذبني فتحها، وثاني شيء بدي يعذبني تكسيرها. اما هيك خلص افتحي روحي انفتحوا بكل سهوله، روح افتح لا تسال. فهي الموضوع هي مهمة جدا، يعني المعلومة هي جدا مهمة حبيت اشارككم فيها. وتعرفوا شركة فورتنايت في كثير تحديثات وشغلات تعملها بالاعدادات ما بتحكي شو عم بتعمل، بس ولكن الناس لحالها تستكشف الموضوع هذا. هلا خلصنا هون شرح طور الزومبي، وهلا طبعا رح ارجع هون نفوت كمان على طور الزومبي على المخططات. شوفوا ما في عندي غير المخطط هذا الوحيد الموجود بس، ومع انه عندي منه بس انا حبيت اتركه عشان افرجيكم اياه. وهون شوف تدخل مثلا على الابطال على الادارة، ما في عندي غير هاي الشخصية الوحيدة فعلا اللي كانت الوحيدة ذهبية، والباقي كله راح التكسير، يعني كل شيء راح تنسق مثل ما يقولوا. وهلا نترككم مع الجيم بلاي، طبعا لا تنسى تحط اللايك والاشتراك، تستنى لك اليوم فيديو جديد حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. وين ننزل يا ربع؟ وين ننزل؟ راح انزل على هذا البيت. هذا البيت فين بوم؟ في بوم؟ والله انا شكلي كنت لا اخذوه من عندي هنا. كم واحد هناك عندك؟ والله سكواد كامل يا معلم. احتزم والله ما يجي. نزلت واحد نوك. ايش
حطيت خويا. يا حب لا تجب. راح. مرة هذا بين خالص قتلته. يلا فيلز مع سيف. فا خوي متروق. ايمن عزيز سعدني. ايمن عزيز سعدني. ايمن ايمن ألكم بس. انزل 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 انزل. في واحد ضل، في واحد في واحد ضل. دمر صاصة دمر صاصة دمر صاصة. هذا شفتين. سعد ثابت ثابت. طول بالك خلينا نقتل هذا. انا مدري وين الناس الحين. ثابت ثابت والله بت والله بت. يو في واحد استنى توبه توبه. بعد عنا يا رجال بت. موبوت يا حبي موبوت والله موبوت. انا ما اخلي بعد. هذول هنا هذول هنا هذول هنا. عندي درانجون وشاش وشتجن بوم. تركهم خيوهم وراحوا. خندر خندر خندر. واحد منهم بس ضل واحد. تاركين الباقيين هربوا. جت كيف بتشوف الحين اصفدت. تمام تمام اللي بالقارب دمجته 22 دمه ابيض. في واحد دمجته انا مره. اللي بالقارب نزل نوك. في واحد هنا خلاص دمجته 100 سنايبر. خلاص دمجته. دمجته 22 ابو سنايبر ابو شو اسمه. انزل انزل علي انزل علي انزل انزل عند موسى. انزل مع موسى انزل. نزلته نوك. ثاني ضل دمه 22. ذبحته. حطه حطه حطه. هو واحد بس. خلاص مات مات. كل حق المفروض. طيب امرك انا اعطيك اياه. ابشر. وش انت تنزلها عين؟ ايه. خلاص. ما مات بطول الرصاصة. وينهم هم رصاصة؟ هين 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 عنا هين. درعم عليك درعم عليك. ضل واحد وينه؟ واحد روك. ضل واحد ضل واحد ضل واحد. دمجته ربنا. ما يربي يجينا ويفجره. ضرب 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 محل كبت خوينا ضرب. جي جي خلص كفو. يلا يلا تابعونا على اليوتيوب ونشوفكم وجهكم على خير ان شاء الله. اسمي سيلفستر. تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.